التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحية متجددة بحضراتكم من جديد مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا ايضا الخامس عشر اللي تمت انطلاقته بعون من الله وتوفيق الخاص بالابكار. ونسير الى المقدمة الاولى لنتابع الشاهينية اللي تبدأ لنصيب مطر بالنصيب الاكتبي على المقدمة او على البداية، بينما النقلة الى المركز الثاني هذه الشاهينية لعلي بن سعيد بن علي المزروعي، بينما الغادمة هيام لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع الشاهينية سعيد بن دريبي بن علي الاختبي على المركز الرابع، ياتي على المركز الرابع في هذه اللحظة ومنصور بن عبد الله بن ضاع الغلي اللي غادم، وهناك شعار المنصوري يقدم الشاهينية راشد بن محمد بن علي المنصوري، ولكن عودة إلى شعار بالنصيب. ها هو مشاهدين الاعزاء نصيب مطر بالنصيب الافتبي، اهالي مرغم دايم يقدمون النعيات الجميله والمثيره في كل المناسبات وفي كل التحديات. ياتي هنا ايضا ابو مطر على المقدمه، ياتي على الصداره، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الشاهينيه. وهنا الان ايام لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، راشد بن محمد بن علي المنصوري قادم وشعار الكيبالي، ولكن بسم الله يرت الشوط راسه وانتهت راسه وحده اهالي مرغم. مشكور يا ابو نصيب، مشكور يا مطر يا بن نصيب، تهانينا لنصيب مطر بن نصيب. سلام يا الجوهره سلام، هذه هي جوهرتي هذا الصباح من مسافه الكيلو والنصف من خلال الاثاره والتحدي. ما شاء الله المركز الثاني وصلت اللي هي مشاهدي الكرام المدينة لحمد بن راشد بن محمد الكيبالي، والمركز الثالث كان دخول جماعي، نتركه إلى أعضاء لجنة خط النهاية. عودة إلى التوقيت الزمني والشاهينية، كم سجلت دقيقتين وعشر ثواني ما خاب الهزر في أداها وفي سرعتها، قلنا حد جواهري هذا اليوم. تهانينا والناموس لنصيب مطر بالنصيب الاكتبي، وسلام له المرغم سلام.